قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية. حصل على بكالوريوس الصيدلة بجامعة الإسكندرية في عام 1975 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف. كان يحلم بأن يصبح صيدلاني لأنه وحسب تعبير قداسته الصيدلاني هو شخص يريح الناس. حصل على زمالة هيئة الصحة العالمية بإنجلترا في عام 1985 ودرس التعليم المسيحي والإدارة في سنغافورة في عام 1999. ألف قبل البطريركية 12 كتابا قبل جلوسه على الكرسي البابوي. وعام 1968 كانت بداية خدمته في كنيسة الملاك الأثرية بدمنهور. ترهبن البابا توادروس يوم الأحد الموافق 31 من يوليو من عام 1988 بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ورسم قصا في 23 من ديسمبر من عام 1989، وبعدها ذهب للخدمة بمحافظة البحيرة تحديدا في 15 من فبراير من عام 1990، وفي عام 1997 صار أسقفا عاما، وفي 4 من نوفمبر من عام 2012 في قداس القرعة الهيكلية تم اختياره ليكون بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية رقم 18 بعد 100 في تاريخ الكنيسة القبطية.